السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو حابة أحكي لكم عن مشكلة صغيرة بتصير مع كتير أمهات حاليا. المشكلة إنه بكون الطفل بيداوم أو بيروح يدرس في روضة أو مدرسة ابتدائية تقليدية، يعني بتتبع الطرق التقليدية في التدريس، وإنت بنفس الوقت حابة تعلمي طفلك حسب منهج المونتسوري أو أوريدي عندك ركن خاص في البيت وبتعلمي طفلك حسب منهج المونتسوري. كيف توازني ما بين المقدم لطفلك في الروضة واللي مطلوب منه انه يعرفه او يدرسه وبين طريقة المونتسوري في تقديم المعلومة؟ وانا بهذا الفيديو راح احكي لك كيف بمثال من واقع تجربتي الشخصية. طيب، مثل ما بتعرفوا انه انا بتبع منهج المونتسوري في تعليم اطفالي منزليا، ولسبب معين سجلت طفلي بروضة تقليدية عادية قريبة من البيت، مش بروضة مونتسوري. او ليش سبب معين؟ خليني احكي لكم السبب. السبب انه اقرب روضة مونتسوري بعيدة عن بيتي 30 دقيقة. بالازمة، مع ازمة الصبح والمواصلات، يعني بصير المدة 45 دقيقة بدون مبالغة. فانا مستحيل اسجل ابني اللي عمره 5 سنوات بروضة بعيدة كل هالبعد عن بيتي. باقي الروضات اللي شفتها هون قريبة من بيتي او حوالين او في المنطقة بيحكوا للامهات انه احنا بنتبع منهج المونتسوري، بس انا بروح بتأكد طبعا بلاقي انه ما في منه هذا الحكي. أبسط أدوات منهج المونتسوري مش متوفرة عندهم، أبسط قواعد منهج المونتسوري مش متبعينها. المهم، سجلت طفلي بروضة عادية بعد ما تأكدت إنه المعلمة هناك بتخاف الله بالأطفال وبتحترمهم، مع ضرب وصراخ وتهديد وهي الشغلات، بس إنهم بيقدموا العلم للأطفال بالطرق التقليدية. وقلت مو مشكلة، يعني صراحة للأمانة الطرق التقليدية مش سيئة، بس هي ما بتناسب كل الأطفال أو كل القدرات العقلية. خلينا نحكي طريقة المونتسوري طبعا بتضل أفضل وأشمل. الموضوع إنه الأسبوع الماضي أخذوا الأولاد في الروضة حرف الباء، وكان عندهم نهاية الأسبوع إملاء وتحليل وتركيب كلمة بابا. فالمعلمة بتعلمهم حرف الباء وبعدين بتيجي بتحكي لهم كلمة بابا هي باء وألف وباء وألف، كل حرف لحاله افصلوهم، بعدين ركبوا الحروف مع بعض بتصير كلمة بابا. كل هاد يعني بشكل نظري على اللوح وكمان على دفاترهم. طب أنا هلأ كيف بدي أعلم طفلي أو أقدم له هاي المعلومة حسب منهج المونتسوري؟ أولا، حرف الباء قدمته لطفلي عن طريق الكروت المسنفرة وصندوق الأحرف. طبعا حسب منهج المونتسوري راح أحط لكم رابط فيديو التقديم في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. ضل علي أعلمه كيف يحلل ويركب كلمة بابا. طيب شو عملت؟ هلأ المفروض أنه يكون عندنا بالبيت صندوق الأحرف الخشبية، في الأحرف بتيجي بكل أشكالها، يعني الحرف كيف شكله بداية الكلمة، كيف شكله بوسط الكلمة، أو كيف شكله منفصل. وإحنا بعدين من هدول الأحرف بنعلم الأطفال تجميع الكلمة وتفكيكها مرة أخرى. فأنا شو رحت عملت؟ جبت كرتون اللي هو ورق مقوى سميك، قصيته على شكل كلمة بابا هيك، لو شايفين أو مش عارفة هيك، تمام. بعدين قصيت كل حرف لحاله هيك قدام طفلي، جبت كلمة بابا وقصيت الحرف قدام طفلي، فصار في عنا حرف الباء لحال، حرف الألف لحال، تمام. هلأ بكل بساطة صار عنا نموذج عن الأحرف الخشبية اللي بمنهج المونتسوري. اتدربنا على تركيب الكلمة، بعدين تفكيكها، ثم الكتابة والإملاء. وهذا الأسبوع برضو نفس الشيء، عندهم تحليل وتركيب كلمة توت، ورح أعلم طفلي بنفس هاي الطريقة بالكرتون. الخلاصة اللي بدي أحكيها إنه من خلال اطلاعنا على منهج المونتسوري ودراستنا الجيدة لهذا المنهج، بنقدر وبكل سهولة إنه نقدم المعلومة النظرية الصعبة لأطفالنا بطريقة حلوة، بطريقة قريبة من قدراته أو قدرات الطفل العقلية. لهيك نصيحتي لكل الأمهات إنه أدرسوا منيح منهج المونتسوري، حتى لو ما قدرتوا تطبقوه 100% أو ما قدرتوا توفروا أدواته كاملة، بس أكيد رح تقدروا تفهموا أسلوب الدكتورة ماريا مونتسوري وتطبقوا مع أطفالكم في حياتكم اليومية أو عند الضرورة مثل حالتي هون. نهاية الفيديو، بتمنى أكون أفدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.